هذوما معناتها سبوني ولا يحبوا يمزبلوني ولا حاجه، باش نقول لهم والله يعطيكم الصحه، على خاطر اون فان كونت عداوني درس ثمين برشا، فهمت معناتها ثم حاجات في السياسه التونسيه كيفاش كانت ان شاء الله نبدلوها، اللي ما كنتش نتعلمهم هكا فيسا، معناتها اون فان كونت عطاوني كور انتنسيف اللي كنت كان باش نشريه بالفلوس يمكن يتكلف لي غالي، دونك وعطاهولي من الاول، دونك الكلمات هذوما تلمون تعديو فيهم برشا حاجات، ساعات ما توصلش حتى باش تعمل دي جيغي باش يهبط. انا جيت باش نخدم وكان باش نخلي روحي نتقلق من الحكايات هذوما، ما عادش باش نخدم، ندخل على اليمين يخرج على اليسار، اي جو مو كونسونتر سور لو تيم و سور لو ترافاي.